أنا بلشت أرسم بعمر صغير مثلي مثل كل الأطفال، ببلش بيرسموا شغلات صغيرة وبسيطة. كنت أرسم شغلات صغيرة كتير، كنت بحس إني برسم شغلة كتير كبيرة، كنت بحس إنه هالشغل شي كتير عظيم. لما كنت برسم كنت أحس بالأمان وبالسعادة الكبيرة، فهالشي خلاني أتعلق بالرسم ما أتركه لهلا. يعني بابا كان بيشوف شي كتير مميز بأعمالي، كان يشجعني من خلال إنه يجيب لي دفاتر وألوان. أنت بتعرفي الأولاد الصغار بيحبوا هالشغلات، فهالشي خلاني اتشجع، خلاني احب الرسم اكثر. وكمان طبعا امي، عائلتي بشكل عام. يعني انا بحاول ارسم بشكل واقعي، مع انه ما وصلت لنتيجة انه يعني الواقعي البحت مثل ما بيقولوا، بس بحاول ارسم بشكل واقعي، ان كان نقلا عن الواقع اي مشاهد طبيعية او اشخاص. كمان بحاول ارسم من خيالي. ولكن لما دخلت جامعة، يعني بسبب انه اساتذتي، بسبب النصائح تبعهم، يعني شفت تطور كتير كبير بأعمالي. وطبعا كان لرفقاتي دور كتير كبير بتطور أعمالي. كمان أنا مستنية إنه تجربتي تنضج بشكل كامل لشارك بمعارض، إن كان معرض عام أو معرض خاص فيني. عقبات هني نقص بالمواد نحتاجها للرسم، يعني أحيانا نحتاج لمواد مشان اللوحة تكون نادرة ومو متوفرة أبدا، وخاصة بهالظروف، فمنحتاج إنه نوصي عليها من برا، وهالشي بياخد وقت كتير كبير. ولاحظت التطور بأعمالي، وطبعا وهالشي بسبب تشكر كتير أساتذتي، بسبب النصائح تبعهم. فهاي كانت نقطة التحول. الجامعة الفنان بيوقف على حبل الضمير، هو ما بينتمي لفكرة أو لأفكار مسبقة، إنما بينتمي لفكرة الإنسانية العامة وبيتفاعل معه. أنا عم حاول أتفاعل مع هالفكرة، إنه فكرة الإنسان وأحاسيسه. عم حاول يعني أرسم إن كانت معاناة هالأحاسيس، إن كانت أحاسيس معاناة أو فرح، عم حاول أتفاعل معه. الرسم يعني فيني أعتبره مملكتي الخاصة، يعني بتحكم فيها مثل ما بدي. الرسم كل شيء بالنسبة لي، السعادة اللي بتحسسني بالأمان أني عم أعمل شغل، يعني أني عم بعمل شيء كتير عظيم لمستقبلي. هو اللوحة هي عبارة عن كتلة أحاسيس، فهو الرسم إحساس. في تطور كتير كبير، إن كان من الفنانات أو الفنانين الشباب، يعني عم نلاحظ في تطور كتير كبير، عم يمشوا بطريق الفن بثقة، وهالشي إن شاء الله رح يكون شيء كتير منيح للجيل الجاي. كمان هو الرسم شغف قبل ما يكون موهبة. الموهبة لحالها ما بتكفي، يعني بدها ممارسة وبدها تدريب وبدها ثقافة. التدريب والثقافة بحسها يعني أساس. يعني إذا عندك موهبة بس ما عم تمارسي الموهبة وما عم تتمرني، مستحيل. الموهبة لحالها ما بتكفي، فالشغف والتدريب والممارسة والثقافة أساس لأعمال الفنان. بتمنى أني أفتح مركز خاص فيني، هو مو لألي لحالي، لكل الفنانين يلي عندن مواهب بس ما عندن إمكانية ليطوروا هالموهبة، فيكون مثل بيت دافي لألهم، يحتويهم ويساعدن انه يطوروا موهبتهم. كمان بطمح اني لف العالم وارسم بكل زاويه لوحه، مثل ما بيقولوا لف العالم بريشتي.